السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم. انفجار في ملعب سانتياغو برنابيو وفضيحه كرويه من العيار الثقيل. البرسا اهان وذل ودمر ريال مدريد في ملعبه ووسط جمهوره بربعيه نظيفه في ظل تعاملك وتجبر الحارس كورتوا. امال لو ما كانش تعامله كان ايه اللي هيحصل؟ مهرجان من الاهداف لا حصر له. تشافي يبرهن ويثبت ان ما يحدث في برشلونه في الفتره الاخيره لم يكن صدفه، ولكن كانت دراسه وخطه ممنهجه من تشافي، وان البرسا عائد وبقوه. تشافي دخل المباراه بعقليه لاعب اكتر من عقليه مدرب، والبرسا استحوذ على الكره وكان تشافي موجود على ارض الملعب. عقليه تشافي كلاعب كانت موجوده على ارض الملعب، وده يوريك الفرق لما يكون مدربك اسطوره من اساطير النادي. تشافي خلانا نحس ان برشلونه كان بيلاعب فريق من الدرجه الثانيه او الثالثه في اسبانيا. لعيبه برشلونه كانت مسيطره على الملعب بالطول والعرض. والله الريال المفروض يفرح هو وجمهوره ان المباراه انتهت بهذا العدد بس من الاهداف، لان برشلونه كان ممكن يطلع باكبر نتيجه في تاريخ الكلاسيكو. محدش بقى يا جماعه يقنعني ان اللي حصل ريال مدريد في هذه المباراه كان بسبب غياب بنزيما. اي نعم بنزيما من افضل لاعبي العالم في الفتره دي، بس اكيد مش غياب بنزيما هيعمل كل ده، والا هتبقى مصيبه في حق نادي بحجم نادي ريال مدريد ان غياب لاعب يعمل كل ده. بس المشكله انها ما كانتش مباراه، ده كانت عباره عن مباراه ملاكمه بين الوزن الثقيل والوزن الخفيف، ما كانش فيه مقارنه بين الاثنين على ارض الملعب خالص. هي كانت عباره عن مباراه من طرف واحد بس. تعالوا نتكلم مع لاعب زي ديمبلي. والله برشلونه رحمت الفرق كلها من هذا السم القاتل بداعي ان هو عنده اصابه مزمنه. والله يا جماعه لاعب يمتلك قدرات رهيبه جدا، ازاي برشلونه الفتره اللي فاتت دي ما عرفتش توصل حل لكثره اصابات هذا اللاعب؟ برشلونه لو قدرت تحافظ على اللاعب ده من الاصابات هيكون عندها اخطر جناح على وجه الارض. واما اوباميانج فوجد نفسه واستعاد هويته مع نادي برشلونه واصبح خطير جدا، وبقى هو وتوريس وديمبلي ثلاثي متجانس جدا على ارض الملعب، ويجي من تحتهم تشافي الجديد اللاعب بدري، لاعب صاحب امكانيات مش طبيعيه وبيتحكم في خط الوسط بطريقه غير طبيعيه، والكره في رجله يحسسك ان الكره حاجه بسيطه جدا وممتعه. من الاخر يا جماعه، احنا في انتظار برشلونه ناري العام القادم وقادر على الاطاحه باي فريق. اما لو جينا اتكلمنا على ريال مدريد، فريال مدريد اصلا ما حضرش المباراه، وكان افضل لاعب في ريال مدريد هو الحارس كورتوا. انت متخيل لما يكون الحارس هو افضل لاعب في الفرقه وهو خسران 4-0؟ برشلونه في الكلاسيكو ده بيوجه رساله للعالم كله ان برشلونه عادت وبقوه. وفي الاخر يا جماعه، انتهى الكلاسيكو بان في فرقه حضرت المباراه وفرقه ما حضرتش المباراه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.